بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي وأعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم جميعا في المرحلة الإعدادية، كل عام وأنتم بخير. معكم مستر محمد عبد الوهاب، معلم اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية. Welcome to our English channel. الفيديو بتاع النهاردة هو أول حلقة من حلقات دورة تأسيس اللغة الإنجليزية. هدفي إنك أنت بنهاية الدورة دي هتكون عرفت إزاي تتعامل مع الإنجليش. في البداية طبعاً أنت أخدت كلمات وشوية قواعد في الابتدائي. هدفنا من الدورة دي يعني إن أنت كطالب وأنت كطالبة إزاي تستخدم اللغة الإنجليزية صح. How to use the English language correctly. أحب أقول لكم قبل ما نبدأ الكورس بتاعنا إن هيبقى فيه مذكرة تقدر تنزلها عندك على الجهاز عشان تطبق فيها اللي احنا هنقوله. المذكرة هيبقى فيها كل حاجة احنا بنشرحها في الكورس. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نبدأ كورس التأسيس في اللغة الإنجليزية، أول حاجة نتكلم فيها هي تعلم المفردات، حفظ الكلمات. الكلام مش جديد، انت الكلمات اللي خدتها في المرحلة الابتدائية تكفيك كبداية في كورس التأسيس. طيب انت بتحفظ ايه؟ بتحفظ الاسماء، بتحفظ الضمائر، بتحفظ الصفات، برضو لازم تكون حافظ مجموعة من الافعال، وعندنا الحال، وعندنا حرف الجر، وعندنا الروابط. لما نيجي نبدأ اهم نقطة في تكوين الجملة ان الجملة تبدأ بفاعل وفعل، يبقى الجملة الصغيرة المفهومة اللي احنا هنبدأ بيها جملة صغيرة بتبدأ بفاعل وبعدين فعل. الفاعل بيبقى ايه؟ قالك الفاعل في الانجليزي يا اما اسم يا اما ضمير يعود على الاسم. يعني انت دلوقتي لما تبص معايا في الصور التلاتة اللي قدامك، what can you see? There is a boy, there are cars, there is a lion. الولد ده بيعمل ايه؟ لو جينا نقرأ الجمل مع بعض بيقول لنا سامي is playing. الجملة بتتكون من ايه؟ من سامي وبعدين الفعل is playing، سامي يلعب. الجملة اللي تحت منها he is running، هو يجري. يبقى انت اتكلمت عن سامي في كم جملة؟ في جملتين. الجملة الاولانية ذكرت فيها اسمه، في الجملة التانية استخدمت الضمير. يلا نطبق نفس الكلام على الصورة بتاعت الكارز. بقولي a car moves، العربية بتتحرك. it runs، وتجري. it doesn't speak، لا تتكلم. it can't read، لا تستطيع ان تقرأ. انا عندي مجموعة من الجمل. الجملة الاولانية ذكر فيها الاسم اللي هو كلمة car، والعنصر الثاني في الجملة الverb moves. طب الجملة الثانية والثالثة والرابعة؟ قال لك هنا طالما بتتكلم عن نفس الحاجة استخدم ضمير يعود عليها، اللي هو في حالة غير العاقل هيبقى كلمة it. يبقى انت بتقول لي ايه؟ it runs، it doesn't speak، it can't read. السيارة تتحرك، انها تجري. الجملة التالتة والرابعة نفي. يبقى الحاجة الجديدة اللي احنا نعرفها دلوقتي مع بعض ان اي جملة بتكتبها فيها فاعل وفعل، وممكن تبقى مثبتة وممكن تبقى منفية. خلاصة الكلام في أول خطوة من خطوات التأسيس إنك هتكتب جمل تحتوي على فاعل وفعل، وقد تكون الجملة مثبتة وقد تكون منفية. A car moves، السيارة تتحرك. It runs، إنها تجري. It doesn't speak، إنها لا تتكلم. It can't read، إنها لا تستطيع أن تقرأ. فين الفاعل بتاع الجملة الثالثة؟ It. فين الفعل doesn't speak؟ وهو فعل منفي. طب الجملة الرابعة it، ده الفاعل. can't read، لا تستطيع أن تقرأ، ديانت الفعل. لما نيجي نبص على the third picture، the lion، الأسد، بيقول إيه على الأسد؟ the lion gets out، it hunts and eats. جميل جدا، في عندي فاعل الجملة the lion، الverb gets out، إن الأسد يخرج إلى البرية. gets out. it hunts،
إنه يصطاد and eats ويأكل. الجملة دي فيها إيه؟ فيها فعلين بينهم رابط اللي هو كلمة and، وطبعا احنا عارفين ان كلمة and معناها واو العطف. جميل جدا. يبقى ايه اللي احنا استفدناه من الصورة التالتة؟ استفدنا من الصورة التالتة نفس التطبيق على اللي احنا قلناه قبل من كده. في عندنا فاعل the lion، عندنا verb اللي هو gets out. في الجملة التانية السبجكت بقى ضمير اللي هو it يعود على اللايون. وبعدين الفيرب two verbs، جبت لك two verbs، وخلي بالك من الحتة دي، احنا عندنا فعلين عشان اخليهم في الجملة اعمل بينهم بين بعض رابط اللي هو كلمة and. it hunts and eats. في عندي صورة كمان اللي هي there are two men، there are two men، عندنا اتنين رجالة. بيقول ايه عليهم؟ تامر and فارس are talking. جميل جدا. فيه فاعل وفيه فعل، فيه subject وفيه verb. من السبجكت؟ تامر and فارس. طيب وفين الverb؟ are talking. تامر وفارس بيتكلموا. طيب انت ملاحظ ايه؟ ملاحظ نفس الفكرة، ان انا المبتدأ عندي او فاعل الجملة كلمتين او شخصين ربطتهم ببعض برابط اللي هو كلمة and. تمام. طب والعنصر التاني في الجملة اللي هو الverb الفعل are talking. طب لما نيجي ننتقل الى الجملة اللي جنبها they are standing، قالك لما تيجي تتكلم عن نفس الاسماء او نفس الاشخاص نجيب ضمير يعود عليهم. في الحالة دي يعني الكلمة جمع او هما اتنين، يبقى بنستخدم الضمير اللي هو they والفعل are standing. يبقى انت عندك ايه الخلاصة بتاعت الموضوع دلوقتي؟ خلاصة الموضوع انك انت بتتكلم عن الاسم بتكون جملة. عناصر الجملة ان لازم يبقى فيها subject وفيها verb، دي كانت ابسط حاجة في الجمل. طب افرض ان انا عايز ادي معلومات اكتر، يعني ايه؟ بعرض قدامك صورتين، الاتنين بيمارسوا الرياضة، الاتنين بيلعبوا. يعني انا كنت فوق بقول ان الولد اللي هو سامي كان بيلعب، خلاص مفهومة ان هو بيلعب. طب انا لما اجي اجيب لك اتنين بيلعبوا، عايز بقى اوضح الموضوع اكتر. قالك ايه؟ لزيادة التوضيح يمكن ان يأتي المفعول بعد الفعل. يبقى احنا هنقوم عاملين حاجة جديدة بقى، هي ان انا عندي جملة بتتكون من subject فاعل، verb فعل، object مفعول. اقرأ كده. علي is playing football، علي بيلعب كرة القدم. طب والصورة اللي قدام منه؟ عمر is playing tennis. لا ده عمر بيلعب برضه بس بيلعب حاجة تانية، تنس. يبقى هنا ما فائدة المفعول؟ ان المفعول وضح الفعل بطريقة احسن. يبقى احنا اتفقنا اهو، الجملة البسيطة بتتكون من فاعل وفعل، لكن الجملة اللي بتوضح اكتر بنقوم مزودين لها مفعول. الاولانية علي is playing football، اللي جنب منها عمر is playing tennis. انا عايزك تلاحظ معايا حاجة، انا كررت صورة الولد اللي بيلعب فوتبول اللي هو صورة علي، بس المرة دي انا كتبت عنه اكتر من جملة. practice reading، يلا نقرأ مع بعض كده ونشوف ايه اللي احنا عايزين نقوله. علي plays football، he loves it، he learns skills، he scores goals، people love him. انت كده بتحط قدمك عند اول خطوة من خطوات كتابة الباراجراف بجمل بسيطة جدا. انت بتتكلم عن علي، احنا كنا بنقول دلوقتي واحد بيلعب، وعشان نميزه بالتاني قلنا واحد بيلعب كرة القدم وواحد تاني بيلعب كرة التنس. طيب لما انا اجي اتكلم بقى عن بتاع كرة القدم عايز ادي معلومات اكتر، يبقى انا هكتب جمل اكتر، وبالتالي
نمشي على القاعدة اللي احنا قلناها، الجمل اللي بيتذكر فيها معلومة جديدة بنذكر الأسماء، لكن إذا عدنا الكلام عن نفس الاسم نستخدم الضمير. وترتيب الجملة بيبقى فاعل فعل مكمل، فاعل فعل مفعول. علي plays football، علي يلعب كرة القدم. الجملة التانية he loves it، هو يحبها. هي بتعود على علي، ولفظ الفيرب اللي هو الفعل، وات بتعود على كلمة فوتبول. يبقى أنا كلمة فوتبول بدل ما أكررها بجيب مكانها ضمير. الجملة الثالثة هي learn skills، إنه يتعلم مهارات. طبعا أي واحد بيمارس الرياضة بيتعلم مهارة في هذه الرياضة. طيب هي بتعود على علي، يبقى أنا مش محتاج إن أنا أكتب علي، أكتب الضمير. والفيرب learns وكلمة skills ده المفعول، ذكرتها لأن هي معلومة جديدة. He scores goals. خلاص واضحة بقى. He subject، scores يحرس، verb goals المفعول الأهداف. الجملة الأخرانية بدأ ب people love him. الجملة دي بقى فيها حتة مهمة قوي، هي إنك أنت بتتكلم عليه لكن فاعل الجملة people الناس. love يعني يحبونا، ولما أقول him يبقى people love him الناس يحبونه، الناس يحبونه. يبقى أنت استفدت إيه في الجملة الأخرانية؟ إن الجملة الأخرانية في ضمير يعود على علي اللي احنا بنتكلم عليه، لكنه تغير من هي إلى him. ليه؟ لأنه جاي بعد الفعل لازم يبقى ضمير مفعول، ودي نقطة مهمة جدا. ايه النقطة المهمة؟ ان المفعول عبارة عن اسم او ضمير. قد يكون المفعول اسم، قد يكون ضمير، وفي نفس الكلام الفاعل قد يكون اسم وقد يكون ضمير. نرجع تاني بقى للكلام، بنقول ايه؟ خد مني الفايدة دي، لماذا الاسم يكون مع الضمير والصفات؟ قالك لان اصل الحوار في اي لغة يكون عن الاسم، مثل الانسان او الحيوان أو الطعام أو وسائل النقل أو المواصلات وكلمة إلى آخره، وبقى نتفتح بقى المجال قدامك. طيب الاسم قد يكون مفرد، قد يكون جمع، قد يكون غير معدود. طب الكلام ده احنا قلنا شوية منه ازاي؟ يعني احنا اتكلمنا عن مجموعة من الأشخاص بيمارسوا الرياضة، اتكلمنا عن السيارة، اتكلمنا عن الأسد. يبقى انت اتكلمت عن الإنسان في مجموعة الأشخاص اللي بيلعبهم، اتكلمت عن الحيوان لما اتكلمنا الأسد. طيب اتكلمت عن وسائل النقل والمواصلات لما اتكلمنا عن السيارة. طيب حلو جدا، الاسم قد يكون مفرد وتعرضنا ليها، الاسم قد يكون جمع. وحتى هنا مهمة اقولها لك، ان احنا عندنا في الانجليش اللي اكتر من واحد بنعتبره جمع، يعني المثنى هو ليه طريقة في الانجليش، لكن احنا مبدئيا اكتر من واحد اعتبره جمع مبدئيا لغاية ما اقول لك التفاصيل اللي جاية بعد كده. تمام، قال لك ايه بقى في النقطة اللي جاية؟ ثم يستخدم الضمير ليدل على الاسم. احنا عندنا الضمير يدل على الاسم، لما جينا نتكلم عن سامي جبنا ضمير هي، اما جينا نتكلم عن تامر وفارس جبنا ضمير ذي. يبقى ثم يستخدم الضمير ليدل على الاسم، سواء كان مفردا سواء كان جمعا او غير معدود. من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها حروف الجر. عندنا حروف جر كتيرة قوي، عندنا مثلا ان، اون، ات، اوف، اوف، وث، اباوت، كل دي اسمها حروف جر. هل ممكن ان انا اكتب في الجملة بتاعتي حروف جر؟ ده طبعا بالتأكيد. طب شوف كده معايا الجملة اللي جاية دي، بقول لي ايه؟ علي plays with his friends، علي بيلعب مع اصحابه، علي plays with his friend، they play in the club. قال لك الفاعل السبجكت علي، plays الفيرب، with حرف جر معناه مع، his friends اصدقائه. دي الجملة الأولانية. طب الجملة الثانية they play in the club،
أم هنا بدل ما يكرر الجمع جاب ضمير يعود عليهم اللي هو كلمة they، وبعدين الفيرب اللي هو الفعل play، الجر والمجرور in the club يلعبون في النادي. النقطة التانية اللي جاية معايا يمكن استخدام الحال بعد الفعل. الحال هو الكلمة التي تجيب بها عن السؤال الذي يبدأ بكيف. عشان نفهمها نقرأ الجملة اللي جاية دي، بيقول لي علي plays well، علي بيلعب كويس جدا. He runs quickly، ويجري بسرعة. احنا عندنا كلمتين هنا حال. ازاي الكلام ده؟ يعني لما اجي اسألك سؤال كيف يلعب علي، علي plays well. لما يجي اسألك سؤال كيف يجري، تقول he runs quickly، هو يجري بسرعة. فين الحال في الجملتين؟ قالك الحال في الجملة الاولانية كلمة well، الحال في الجملة التانية كلمة quickly. تمام، شوف بقى الملحوظة بقى الجميلة اللي جاية دي، ويمكن ان تأتي كلها بعد الفعل كما يلي. نرجع تاني ونقول ان الجملة العنصر الاساسي الاول فيها هو الفاعل، والعنصر التاني هو الفعل، وما بعدها احنا ذكرنا فيه مفعول، ذكرنا فيه جر ومجرور، ذكرنا فيه حال او ظرف. تمام، وبالتالي كل الكلام ده اتجمع في الجملة اللي قدامك دلوقتي. السبجكت علي، ها الفيرب plays، ها الأبجكت football، الأدفيرب well، البروبوزيشن اللي هو حرف الجر in، والمجرور the club. يبقى علي plays football well in the club. وفي نهاية حلقة النهاردة طلابي الأعزاء، بفكرك بالفعل اللي هو verb to be، am و is و are. ان احنا لما كنا بناخد قبل من كده خدنا ان ضمير I بياخد am. اذا كان عندي هي او شي او it او اسم مفرد غائب بياخد is. وعندنا اذا بدأت الجملة بوي او they او you فاحنا بنختار are. تمام، وفي تمرين اهونت هسيبهولك تحله للمرة الجاية ان شاء الله. برضو كمان في الملف هتلاقي فيه two passages، فيه صورتين، صورة ولد مع ابوه وصورة بنت، وكل صورة عليها قطعة. المطلوب منك انك انت تستخرج انواع الكلمة اللي موجودة في القطعة. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. وعشان توصلك الحلقات اول باول، ما تنساش تشترك في القناة، ما تنساش هتلاقي رابط الملف موجود في الوصف، اضغط عليه، نزل الملف وراجع الكلام اللي احنا قلناه النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.